انت برضو من حين لاخر ممكن تحط صوره لوالدك وتترحم عليه وتقول انه كان فنان كبير وصوته جميل طبعا، انما برضو ما بتديناش تفاصيل. للاسف كل التفاصيل اللي كانت موجوده عندنا كلها شرايط فيديو، والفيديو طبعا انقرض كجهاز يعني. فعندنا كميه مكتبه فيها كل تقريبا اسبوعي موجود وعيد ميلاد والله عندنا كل تقريبا كله مؤرخ عندنا. بابا الله يرحمه كان بيحب كمان يصور فيديو كل حاجه، كان عندنا كاميرا فيديو من وانا اسبوع بجد موجود فيديو اهو احمد اهو. ممكن نعمل صوت دي العشره الطيبه. العشره الطيبه سيد درويش وليلى جمال الله يرحمه. خلينا بقى نسمع صوت والد الفنان نادر حمدي. من جوا يا سبب وعدي ومكتوب يا حلاوتها يا شربات يا لطفتها جدا. انت اول مره تشوفي بابا نادر وهو بيغني؟ اول مره. شفتي برضو مخبي عليكي مخبي عليك كل ساره العيله دي عيله متكتمه العيله دي غامضه جدا جدا والله. يعني مش تقول لها بابايا كان مطرب وصوته حلو قوي وتسمعها صوت باباك؟ والله طبعا عايز اطلع كل الحاجات دي، يعني انا عايز بجد اطلع كل الشرايط الفيديو اللي انا عندي بقى كل، يعني عندي شهرزاد اللي هي فيها بابا وماما موجوده يعني فيديو، وعندي العشره الطيبه وعندي ايزيس وعندنا كل الحاجات اللي اشتركوا فيها تقريبا من فيديو. احنا كنا مبسوطين قوي لما لقينا المقطع ده لانه كان صعب انه جدا انه وفي ايزيس واوزوريس كمان كان عامل دور كبير قوي قوي مع انتوا حبيتوا بعض بقى في المسرح. اعجبنا بمواهب بعض. انا حضرت معاهم بقى من وانا طفل، يعني انا حضرت كواليس المسرحيه دي، انا كنت قبل ما المصفوط فيه فصل بيخلص مثلا الستاره بتقفل، انا كنت بعرف المكان هيقفل امتى وحافظ كل حاجه. كنت ببقى عارف انها هتقفل فبجري عليه وهي لسه ما خلصتش، يعني انا بفهم بطلع له ببقى واقف في الكواليس واجري مثلا تحضني ابنك والستاره بتقفل. فاهم يعني كنت عايش معاهم في المسرح، والمسرح القومي ده انا كنت عايش فيه. اولا الموهبه بتاعته ظهرت بدري جدا جدا، يعني لو اقول لك وهو عنده شهرين الموهبه بتاعته الموسيقيه ظهرت، يعني كان لما بيسمع موسيقى وهو في البوسات ولا في السرير بتاعه تبصي ولو نوع الموسيقى حزين او بيتفاعل معاها. فبدانا انا وبابا قلنا لا ده فعلا ما شاء الله يعني، وقعدنا نعمل له اختبارات بقى. اختبارات يتاكدوا كل لما يكبر شويه نشوف وصلت الموهبه عنده لغايه فين. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.